باندا هي كلمة أصلها نيتيف أمريكان وبتعني قوة موجودة في كل إنسان بتمكنه من تغيير مصيره ومصير العالم من حوله للأفضل. إذا بتحبي تحجزي لنكست ويك عندنا بابيت شو أورجيكي البابيت عندي صورتها هو زي سانتا كلوز فبيجي بيعمل بابيت شو هون. قبل 5 سنوات تقريبا بلشت أبحث على الطريقة اللي ممكن أدخل فيها غاية وهدف للشغل تبعي وبدأت رحلة انتهت هاي الرحلة بمؤسسة الأورندا ترايب اللي هي مؤسسة مجتمعية بتعمل على تمكين الشباب لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم باستخدام الفن وسرد القصص. الأورندا ترايب عندها 3 قيم أساسية وبتمثلوا هدول 3 قيم بالشعار تبعنا. الشمس بتمثل التمكين ونحن بنعمل على تمكين كل الأشخاص اللي بنشتغل معهم بطرق مختلفة. بنحاول نلاقي سبلايرز بالأردن نشتغل معهم نقدر نساعدهم سواء سيدات بمناطق أقل حظا أو مصانع أردنية بدل ما نشتغل مع ناس خارج البلد. القيمة الثانية اللي هي المجتمع اللي بتمثلها الخيمة. أورندا ترايب هي عبارة عن المجتمع، هي مش فقط الفريق تبعنا اللي هو بتكون من عدد كتير قليل من الناس. دائما المجتمع بيساعدنا بكل المشاريع اللي بنعملها. قبل ما نبدأ أي ورشة بأي منطقة نازلين فيها نحكي مع المجتمع اللي هناك لحتى هم اللي يبادروا بالتغيير ونحن فقط بنساعدهم فيه. وثالث قيمة هي الاستدامة، بنحاول ندخل الاستدامة بالمنتجات تبعتنا من خلال استعمال مثلا قطن طبيعي عضوي 100%، بنستخدم مواد معاد تدويرها، بنعمل اب سايكلينج لمواد مختلفة وبنحاول قد ما بنقدر كل السبلاي تشين تبعتنا تكون فيها استدامة.